أريد في هذه العجالة أن أوضح موضوع المسح على الجوارب، المسح على التقاشر، ليراهم يمارسوها اللامذهبية في المساجد. راحوا جابوا فتوى من المشرق، قال لنا فلان أمسحوا على التقاشر، وجابوها للجزائر ولو يمسحوا على التقاشر. والمسح على التقاشر الوضوء نتاعه باطل، واللي الوضوء نتاعه باطل صلاته باطلة. جاتني أسئلة كثيرة من طلبة العلم يقولوا يا شيخ وضحنا بالدليل، لأن هذا جماعة التقاشر يشبه جماعة الكوكو. جماعة الكوكو غير تصب شوية شتا يروحوا يتجمعوا المغرب والعشاء، ومن بعدها يخرجوا للزنقة يأكلوا الكوكو ولا يقعدوا 12 ساعة الليل. ماشي هذا هو الجمع اللي هضروا عليه المالكية، ماشي هذا هو الجمع اللي هضرت عليه الشريعة. هذا الجمع تاع أصحاب الكوكب. دوك أصحاب التقاشر يروحوا يخدعوا الغاشي، يجيبوا لهم أدلة هي في المسح على الخفين المجلدين، ويقولوا لهم هذوهم التقاشر. هاني الآن راح نخاطب طلبة العلم، نجيب لكم الأحاديث اللي راهم يستدلوا بها في جواز المسح على الجوارب، ودوك نعرفوا واش قالوا عليها العلماء باش تعرفوا باللي خدعوكم، كذبوا عليكم. كنتوا تتوضوا وتغسلوا رجليكم كيما باباك وجدك، جابوا لكم هذه فكرة المسح على التقاشر، فوحوا رجليهم فوحوا يديهم وزادوا فوحوا النبي تربي. آية نقرأ لكم الحديث الأول يستدلوا به، استدلوا لجواز المسح على الجوارب بما رواه أبو داود في سننه عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين. هذا الحديث حتى إذا افترضنا نفترضه يعني باللي صحيح، الجورب في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان خف بداخله صوف، يعني جلد والداخل صوف. ورغم ذلك شوفوا واش يقول العلماء على هذا الحديث ليخدعوكم به. وقد أعل الحفاظ والمحدثون هذا الحديث حتى قال أبو داود ليروى الحديث، كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث، لأن المعروف عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. زيد. وقال الإمام الحافظ البيهقي إنه حديث منكر. وشنو هو الحديث المنكر؟ هو الحديث المكذوب الذي لا تجوز روايته، يعني بلغ من الضعف إلى درجة النكارة، إنه حديث منكر. زيد. وضعفه الإمام سفيان الثوري. زيد. وضعفه الإمام عبد الرحمن بن مهدي. زيد. وضعفه الإمام أحمد بن حنبل صاحب المذهب. وضعفه الإمام يحيى بن معين. زيد. وضعفه علي بن المديني. وضعفه الإمام مسلم صاحب الصحيح. وقال الإمام الحافظ النووي، واش قال؟ اسمعوا جيدا، اتفق الحفاظ على تضعيفه. دوك يجي إنسان يقول لك صححه الألباني، يا أخي أك سمعت أنت الإمام مسلم صاحب الصحيح قال ضعيف، الإمام أحمد قال ضعيف، يحيى بن معين، عبد الرحمن بن مهدي، سفيان الثوري، البيهقي قال منكر، الإمام النووي قال اتفق الحفاظ على تضعيفه. زين. وقال الإمام الحافظ ابن العربي المالكي في عارضته الجزء الأول صفحة 149، الحديث ضعيف. وقال الإمام النسائي ما نعلم أحدا تابعه زيلا على هذه الرواية. والصحيح عن المغيرة أن النبي مسح على الخفين. هذا حال الحديث الأول ليستدل به في جواز المسح على التقاشر. سمعتوا يا أئمة، سمعتوا يا شباب، سمعتوا يا طلبة العلم، باش ما يخدعوكم، باش ماشي تولي تشوف انت باباك وجدك اللي كان يغسل رجله كان يخالف السنة، لا كان يطبق السنة ويؤدي الفريضة. آية الآن الحديث الثاني ليستدلوا به جماعة التقاشر،
عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الجوربين. إذا افترضنا أن هذا الحديث صحيح، أكو عرفت وش معنى الجوارب في عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ خف بداخله صوف. ولكن رغم ذلك هيا نستمع واش قالوا العلماء على هذا الحديث. رواه أبو داود، هو اللي رواه، أبو داود هو اللي رواه، وقال ليس بالمتصل وليس بالقوي. وقال الحافظ البيهقي إسناده عن عيسى بن سنان وهو ضعيف. وقال فيه الحافظ ابن حجر أمير المؤمنين في الحديث في التقريب، واش قال؟ لين الحديث. وقال الحافظ الذهبي ضعفه أحمد وابن معين. وقال أبو حاتم ليس بقوي وضعفه العقيلي. وقال المبارك فوري إن ثبت سماع الضحاك من أبي موسى ترتفع العلة الأولى وتبقى الثانية، وهي كافية لضعف حديث أبي موسى. زين. وقال الحافظ ابن حجر في إسناده ضعف وانقطاع كما قال أبو داود. إذن هذا الحديث شكون ضعفه؟ هذا الحديث ضعيف ومعلول عند أبي داود والبيهقي وابن حجر والذهبي وأحمد وابن معين وأبي حاتم والعقيلي والسندي والنسائي والمبارك فوري والمبارك فوري. فكيف تقوم حجة بهذا الحديث؟ ألا يستحي إنسان يروح يكذب على الناس في المسجد ويقولهم عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الجوربين؟ راك تكذب، راك تكذب، راك سمعت. علاه؟ لأن هذا حديث هناك من قال منكر، هناك من قال ضعيف، هناك من قال ليس بالمتصل، وانتو ما تقولوا زعما بلي ما تعملوش بالحديث الضعيف. نهار وافقكم وعجبكم هذا الحديث خاش فيه المسح على التقاشر وانتو ما فنيانين معروفين، اما لا ولا عندكم صحيح هذا ما كان، حابين ديروا فتنة في الشعب الجزائري هذا ما كان. الحديث الثالث عن ثوبان رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم شكوا إليه ما أصابهم من البرد، فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين. العصائب والتساخين، راحوا قالوا لهم العصائب والتساخين هي تقاشر. دوك تسمعوا شنو التساخين؟ أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ووافقه الإمام الحافظ الذهبي. والعصائب هي العمائم لخف على رأسه من المرض، بذلك فسرها إمام أهل اللغة أبو عبيد، سميت بذلك لأن الرأس يعصب بها. والتساخين قال الإمام اللغوي الجوهري الخفاف ولا واحد لها. التساخين هي الخف، التساخين هي الخف. وقد أعل الإمام أحمد هذا الحديث بالانقطاع، وقال المبارك فوري في تحفته الجزء الأول صفحة 104 هذا الحديث لا يصلح للاستدلال فإنه منقطع. سمعتوا؟ هذا الحديث لا يصلح للاستدلال فإنه منقطع. هذه هي الأحاديث اللي احتجوا بها على جواز المسح على التقاشر، ضعيفة، منقطعة، منكرة، لا يصح الاحتجاج بها. النووي يقول عن الحديث المغيرة بن شعبة اتفق الحفاظ على تضعيفه، رغم ذلك جابوها تعصبا وكذبوا على الناس وصححوها، وقال لك باش نسهلوا على الناس. علاه تسهلوا لهم؟ الناس يحب تتوضا كما توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله ما مسحش على تقاشر. فهمتوها؟ هاني جاوبتكم علميا بالحديث، وهذا اللي يدعوا أنهم يعرفوا علم الحديث. إذا سمعت يصح هذا الحديث أنت الآن وعندك علم من الذي ضعفه. دوك أنت تبع الإمام مسلم ليقول لك ضعيف أو أحمد، ولا تبع أي واحد من هذول يصحوا على سبيل الهوى أنتهوا.